الاندلاع واحدة من اكبر المواجهات، حتى هو يفنن بيسراه، قلت واحدة من اكبر المواجهات الكروية على الصعيد العالمي التي اعطى اشارة لانطلاقها اللي انطلقتها بولي واشاي، اعطى اشارة اللي انطلاقتها ايضا رافائيل نادال واوسين بولت كذلك. وجه شاحب لليو ميسي خاصة بعد خروجه من دور الابطال امام فريق يوفنتوس الاربعاء الماضي، وجه شاحب كذلك للويس انريكي، ولكن الوجوه الشاحبة ام الغاضبة ام السعيدة سنكتشفها في نهاية هذه المباراة. انطلاقتها ستعطى الان الرياض الابيض على يسار الشاشة والبارسا بلباسه المعتاد على يمين الشاشة. قلما شاهدنا مباراة متواضعة بين البارسا والريال سواء في الكامب نو او في سانتياغو برنابيو، سواء في الدوري في كاس الملك او في دوري ابطال اوروبا. الاشارة امتلت واولى للكرات لصالح لوكا مودريتش، الريال في افضل احواله من الناحية الفنية وأيضا من الناحية المعنوية، عندما أقول من الناحية المعنوية لأنه متأهل للدور النصف النهائي أفضل من برشلونة التي خرجت على يد فريق يوفنتوس. معنويا الريال أفضل، فنيا الريال أفضل، ولكن في مثل هذه المواجهات ليس هناك شيء اسمه أفضل، وليس هناك شيء اسمه أفضل على الورق. بيل في مباراته المئة في الليغا مع فريق ريال مدريد، توني كروس في الوسط، كازيميرو يرجع مرة ثانية لمارسيلو والكرة راحت بعيدة تماما، ضربة مرمى يقول حكم المباراة. مباراة مثل هذه طبعا لقطة واحدة تكفي جوفان، نعم لم يشاهده تماما المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في اول كلاسيكي، الاول كلاسيكو يلعبه مع فريق برشلونه بين في الريال هذا الموسم. هذه مباراته الاولى بعد ال 400، وكره عرضيه في اتجاه كارفاخال بالراس يرجع لكريستيانو رونالدو، عنده الكره الان حب المرور كارفاخال، كره ممتازه توقف على كارفاخال، الدفاع من هناك التغطيه من قبل ايفان راكيتيتش، رجعت لوكا مودريتش محتفظ انيستا، راكيتيتش انيستا، ليو ميسي عنده الكره الان، ليو ممتازه لجوردي اربا، جالس كره خطيره جوردي اربا خطيره، سواريز بابا بابا رايا بابا بابا با، والكره صعبه للبارسا، كره ممتازه من هناك من قبل جوردي اربا والتسديده من سواريز، مره جانبيه على يمين الحارس كايلور نافاس، كاد يفعلها البارسا بهدوء وبثبات ويفتح مجال التسجيل. هاي الكرة الأولى الصعبة من رونالدو رد عليها لويس سواريز، كرة رونالدو مسكها الحارس تير شتيغن وكرة سواريز مرت على يمين كايلور نافاس، البارسا مبدأ به الكرة وتأتي مارسيلو من هناك الجهة اليسرى، راح مارسيلو مع سيرجي روبرتو، مارسيلو وروبرتو، رونالدو الكرة كريستيانو ولكنها بعيدة تماما، راحت عالية هذه الكرة. فرص التهديف موجودة من كلا الجانبين لأن المباراة مفتوحة واللعب مفتوح، بهذا السيناريو ممكن نشاهد أهداف كثيرة اليوم، هذا ما نتمناه طبعا. مباريات قليلة بين بارسا والريال من انتهت بالتعادل السلبي. خطورة مارسيلو عنده الكرة الآن، مارسيلو يرفع كرة عالية، بابا جول، يا بابا جول، جول 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 جول، كارلوس كازيميرو يفعلها ويسجل جول لريال مدريد عند الدقيقة 28، جاء الجول من لعبة من مارسيلو في القائمة الثانية، ريال مدريد يهز الشباك أمام البارسا، زين الدين زيدان متفوق على لويس انريكي، جول بعد ضربة الكرة في القائم، وجدت في القائمة الثانية كازيميرو مسجلا ثلاث أهداف هذا الموسم، عند الدقيقة 28، هاي الراسية الأولى من قبل الحارس تير شتيغن، مارسيلو في القائمة الثانية. اي 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 اي، هل كانت هناك وضعية تسلل من راموس اللي ضربها في القائمة أم لا؟ الكرة ضربت في القائم ووجدت كازيميرو وحده أمام شباك فارغة، جول الريال. قمتها الدفاعية، الريال شوف كيف منظم كما ينبغي، راكيتيتش ليو ليو با 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 جول، يا سلام عليك يا ليو 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 ليو، أنت ساحر وبارع وماهر يا ليو، استلم مرر توغل راوغ سدد سجل جول، ليو ميسي
ميسي عدل النتيجة للبارسا عند الدقيقة 33 بعد 6 مواجهات متتالية في الكلاسيكو لم يسجل. وليو ميسي يسجل هدفه الأول بعد 6 مواجهات. ليو ميسي يسجل هدف آخر للبارسا وهدفه 30 هذا الموسم. ليو ميسي يسجل هدفه 22 في الكلاسيكو. 23 هدف لليو ميسي في الكلاسيكو. هذه لعبة رائعة جدا بين ليو بين الرباعي. مرر كارفاخال جاي رونالدو طلب الكرة وصلته كريستيانو ويرجع لوكا مودريتش. لوكا مودريتش مودريتش لا لا رونالدو بعيدة باليسرى لوكا مودريتش تسديدة من أروع ما يكون كاد يسجل جول ثاني للريال. يا لوكا رائعة التسديدة على يسار الحارس تير شتيغن في أفضل أحواله اليوم تير شتيغن رغم أنه تألق هدف أول. ارتماء رائعة والتسديدة كانت رائعة كذلك من لوكا مودريتش باليسرى. واو جدا الكرة لصالح كازيميرو ضيعتها الحكم لم يقل شيئا كان في خطأ من لويس سواريز أم لا راحت لليو سواريز ارمي لا لا الركنية هل كان في خطأ من لويس سواريز منذ حين ميسي يطالب بالركنية والحكم قال ضربة مرمى لقطة سريعة جدا ماذا هنالك هاي اللعبة هنا التغطية وليو ميسي استرجعها ولا لا طالب ركنية ليو ميسي نعم نعم ركنية ضربت في كارفاخال وين كازيميرو من امام ليو كرة ممتازة في اتجاه سواريز كرة ممتازة من سواريز في اتجاه جوردي ألبا في القائمة راكيتيتش في تنفيذ الركنية ولا لا الحكم صفر في نهاية المطاف وسيصفر نهاية هذا الشوط الأول شوط أول مثير ينتهي بالتعادل بين الريال والبارسا ماذا صفر الحكم هنا في القائمة الثانية صفر خطأ على لويس سواريز نعم خطأ على لويس سواريز هنا من أمام الحارس في اعتراض واضح كاد ميسي يفعلها ويسجل جول ثاني لبرشلونة شوط أول غريب الأدوار انتهى بالتعادل انطلق الصغير 20 سنة الرقم 20 أسنسيو 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 كارفاخال بيكي ينقذ البارسا يا سلام اللعبة من أروع ما يكون من الصغير أسنسيو انطلق مرر كرة من أروع ما يكون لكارفاخال راح الصغير انطلق زاد في السرعة توغل ومرر كارفاخال رائع التمريرة لكريستيانو وبنزيما والأروع وبيكي ينقذ برشلونة من جول تاني توني كروس في تنفيذ الركنية للريال كروس يرفعها إلى بالراس وسواريز مباشرة لليو ميسي عنده الكرة ناتشو عرضية ممتازة في اتجاه مارسيلو على الجهة اليسرى مارسيلو 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 يراوغ ويمر ويمرر وكروس رائعة تسديدة من توني كروس رائعة انتهت تير شتيغن في مباراة اليوم بيمنى أخرجها للركنية يا سلام واو كانت داخلة الألماني العملاق صدها مارسيلو مرة ثانية بالراس الدفاع ينقذ الكرة هذه ميرو في وسط الميدان يلعبها مباشرة مع توني كروس توني كروس مارسيلو ماهوش بتسلل هايلة منه مارسيلو با 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 رائعة من تير شتيغن ينقذ البارسا مرة ثانية لعبة من أروع ما يكون تير شتيغن على شكلة حارس كرة اليد تضرب الكرة في رجله تخرج اللعبة كم كانت رائعة مارسيلو لم يكن متسللا ولا بنزيما واو برجله اليسرى يخرجها يذكرني بمانويل نير هو ألماني ويبدع كذلك في مباراة اليوم تير شتيغن حارس برشلونة توني كروس في تنفيذ الركنية لويس سواريز كارفاخال على الطائر رائع ما سجلش هذا العام كارفاخال ولكن حب يسجل هدف كازيميرو يا الكاس الرام هذا ضيعت لن تتح لك فرصة مثل هذه اي نعم انت ضيعت ولكن كيلور نافاس هو اللي انقذ الريال اولولو الاختلال بيكي اوبا با 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 بيكي 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 كاد يسجل الجول الثاني كيلور نافاس من جهة الريال وتير شتيغن من جهة البارسا الحارسان صنع الفارق في مباراة اليوم الكوستاريكي كان رائع في هاته الراسية القوية من جيرارد بيكي انه يأتي من بعيد ويتفوق عليك يا من رمية الدوري وحتى
مباريات الدوري في شهر أبريل يلعبوا 6 مباريات الفرق الإسبانية والإنجليزية. من هناك أسينسيو على الجهة اليمنى، أسينسيو يوزع كرة خطيرة، رونالدو تسجل هدف ثاني وبضربة مقصية على البارسا. يا رونالدو ستكون قمة التهديف وقمة البراعة إن تمكن رونالدو من تسجيل هدف بهذا الشكل. أسينسيو استلم كرة مباشرة، رفع رأسه في القائمة الثانية لرونالدو. واو أسينسيو كريم، أسينسيو بابا 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 با. أسينسيو اللي تسدد وانت تسجل يا أسينسيو. رونالدو اعتقد كان في وضع التسلل، ارعبك وارهبك رونالدو، لانه عندما يطلب الكرة رونالدو يجب على أسينسيو ان يمرر له الكرة. حتى ولو كان رونالدو يا أسينسيو، هل كان في وضع التسلل؟ نعم رونالدو كان متسلل يا أسينسيو. إنيستا، دخل إنيستا، 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 اولا هذه تمريرة مرسومة من إنيستا في اتجاه لويس سواريز، هذه تمريرة ولا فلا؟ إنيستا حطها على طبق في اتجاه سواريز، كاد يأتي الجول. شوف الرسام كيف حطها له، شوف أبا با 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 با. نستمتع بمن يراوغ ويسجل، يجب أن نستمتع بنفس القدر. مباريات الكرة لراكيتيتش، راكيتيتش التسديدة، جول با 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 با، جول جول، ويا له من جول من أروع ما يكون. راكيتيتش 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 يسجل الجول الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 72، فعلها الكرواتي راكيتيتش، استلم بيمنى وسدد بيسرى، جول من أروع ما يكون يا راكيتيتش. كايلور نافاس لم يقدر هذه المرة، صاروخ أرض جو من راكيتيتش، راكيتيتش استلمها يا سلام، المراوغة باليمنى والتسديد، جول يا له من جول في الزاوية اليمنى، راكيتيتش حطها يا سلام. توني كروس، توني كروس، مارسيلو على الجهة اليسرى، مارسيلو بابا بابا، جول فعلها الكولومبي خامس رودريغيز. أنا مجنون وأنتم مجانين، خامس رودريغيز يقول لكم أنتم مجانين لو فكرتم بأن تفوزوا علينا في سانتياغو برنابيو. خامس رودريغيز يفعلها ويسجل هدف من أروع ما يكون للريال، فعلها خامس. التمريرة من مارسيلو لخامس قبل 5 دقائق من نهاية المباراة، بيكي ستندم على ما ضيعت. مارسيلو، خامس رودريغيز جاء من بعيد، حس التهديف سمح له بأن يكون الأخيرة. زاد في السرعة من هناك، وصلت الكرة في اتجاه اللاعب أندري غوميش، غوميش غوميش، الخربة بابا خطيرة، لا بابا بابا، جول قتلهم ليو الساحر، فعلها بهم ليو الساحر. ميسي المنقذ، ميسي العملاق، ميسي المبدع اسقطهم. انت متعة كرة القدم، ياتي من بعيد ليو، سيرجي روبرتو اختفى وانطلق وراح، انطلق عناصر الريال خطا فادح انهم يغامرون بهذا الشكل في اللحظات الاخيرة وينسون ليو. هاي للكرة، ليو وصل، ليو سدد، ليو لم يسددها ليو بل وضعها في الشباك.